وللحديث أكثر عن انفلات الميليشيات وضعف حكومة الكاظمي في مواجهتها ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا، حياكم الله. المرصد الأورومتوسطي يقول إن اغتيال هشام الهاشمي يعكس الثمن الباهظ للإفلات من العقاب. كيف تقرؤون اغتيال الهاشمي وتوقيته والرسالة التي أرادت الميليشيات إرسالها من خلال هذه العملية؟ بداية عزانا للشعب العراقي ولذوي المغدور الباحث هشام الهاشمي ولمحبيه ولأهله الصبر والسلوان. أنا أعتقد اغتيال شخصية مثل هشام الهاشمي هي رسالة قوية للحكومة ولجميع الناشطين والإعلاميين الذين يعترضون على الميليشيات وأدائها في العراق وعلى منظومة اللا دولة التي تدير الشعب العراقي اليوم. نعم. اليوم الدولة العميقة هي أقوى بكثير من الدولة الحقيقية الإدارية التي يفترض أن يعني تقزم أو تقوض مفهوم الدولة العميقة. عندما جاء الكاظمي كان يراد أنه يكون السلاح بيد الدولة، أن يراد حل الميليشيات، يراد محاسبة الذين اغتالوا الثوار في ساحة التحرير واعتقلوهم وما زال لحد الآن هم مختطفين. فكان اغتيال الباحث هشام الهاشمي هي رسالة للجميع بأنه نحن من ندير البلد ونحن موجودين على الأرض، والذي لا يعجب يشرب من ماء البحر. اليوم الكاظمي هو على المحك، إما أن ينتفض لمقتل هشام الهاشمي أو يكون جزء من هذه المنظومة ويتحمل الشعب العراقي وزر ما يجري عليه. طيب، صحيفة غارديان في تقرير لها أوردت أن الميليشيات تسكت أي صوت ينتقد تغولها في العراق. لم يكن الهاشمي بالمعارض الشرس، لكنه على حد وصف البعض كان إصلاحيا. هل الميليشيات لا تتحمل حتى النصح؟ لا، الميليشيات لا تتحمل حتى النصح، بل مجرد دولة فيها ميليشيات أنه هي فقدت الأمن. الميليشيات منظومات عقائدية طائفية مرتبطة إما برجال دين وإما بقوى خارجية وخاصة إيران، فهذه لا تتحمل النصح. وكيف تنصح هذه التي هي جزء من مشروع احتلال البلد وتدميره؟ هؤلاء لا يتحملون النصح أبدا. وكان إذا كان الهاشمي قد اغتيل، فما بالك بالناشطين الذين يمارسون دورهم الإنساني والمدني خارج البلد ويطالبون بهم ويطالبونهم بالعودة إلى العراق وقولوا ما تريدون وهكذا مثل هذا الكلام. هذا كلام مردود على الجميع، مردود على الديمقراطية في العراق، مردود على من يدعي حرية التعبير، مردود على من يدعي حقوق الإنسان. كل هذا هو يعني اغتيال الهاشمي يرد على هؤلاء ردا مفحما. مفوضية حقوق الإنسان تقول إن استمرار الاغتيالات يؤكد ضعف الأجهزة الأمنية ويعزز حالة اللا دولة. يعني هل بقيت دولة بعد احتلال العراق وتسليمها للمحتل الإيراني حسب رأيك؟ لا لا لا، لا يوجد مفهوم للدولة اليوم في العراق. مفهوم اللا دولة هو السائد، مفهوم الميليشيات بدل القوات الأمنية، مفهوم الميليشيات بدل المؤسسات، غياب الدستور، مفهوم الفوضى هو الذي يحل محل الدستور. كل هذا موجود، لكن علينا أن ندرك بأن هناك عامل خارجي آخر مشجع لما يجري في العراق، وليس القصة فقط في هؤلاء الأوباش المنبوذين من قبل الشعب العراقي. اليوم المشروع الإيراني بل حتى الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليتها التاريخية والسياسية على ما يجري في العراق، لأن هي من صنعت هذا الوضع. اليوم إيران مشروعها منبوذ من الشيعة قبل السنة، فعليها أن تدرك أن مشروعها مشروع ولاية الفقيه مرفوض من قبل الشعب العراقي. وأمام هذا الرفض بدأت تتهور وتهسرت إيران من هذا الرفض الشعبي العارم لمشروعها، فبدأت بالتصفيات، وكانت آخرها مقتل هشام الهاشمي الذي يعتبر هو أضعف الحلقات في مسلسل الاغتيالات. وأعتقد الاغتيالات ستستمر إلى حلقات ما هو أصعب من هشام الهاشمي. اغتيال الهاشمي يفتح الباب الذي لا يغلق أبدا حول سلاح الميليشيات. يعني هل تعتقدون حسب رأيكم أن الكاظمي جاد في حصر سلاح الميليشيات بيد الدولة؟ لا يستطيع الكاظمي حصر سلاح الميليشيات بيد الدولة إطلاقا، ولا يستطيع حصر سلاح العشائر وليس سلاح الميليشيات. الكاظمي لا يستطيع، فقط يستطيع تشكيل لجنة
وكما عرف العراقيون أنه منذ 2003 إلى الآن وكلما حصل حادث كبير وكانت هناك ردة فعل شعبية، بدأت الحكومة بتشكيل لجنة ومن ثم تنتهي هذه اللجنة ولا يعرف الشعب العراقي نتائجه، فكيف له يستطيع أن يجمع أو يجعل السلاح بيد الدولة؟ وهؤلاء هم أقوى من الدولة، بل هم من جاءوا به إلى الدولة، فهذا أمر متناقض ويختلف مع العقل والمنطق. نعم، كان معنا عبر الهاتف من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لك.